القطاع السياحي في خطر والإجراءات الحكومية هي السبب. في حادثة غريبة ومثيرة، أصحاب شركات ومكاتب سياحية يعلنون الإفلاس وإغلاق مكاتبهم بوضع مفاتيح مكاتبهم داخل صندوق كتب عليه. تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بعد ساعات قليلة من مؤتمر صحفي للحكومة احتجاجا على تجاهلها للقطاع من أي حزم تحفيزية. يعتبر هذا القطاع الأكثر تأثرا خلال كورونا، رغم ذلك لم تقدم الحكومة الدعم له وتركته يواجه مصيرا مجهولا. الدخل السياحي للقطاع تراجع في عام 2020 بأكثر من 75%. الأردن خسر ما يقارب 85% من المسافرين. تم إغلاق 60% من مكاتب السياحة رسميا وتسريح الآلاف من العمال. القطاع السياحي إلى أين يسير؟